الاخ نتاع المرحومه فوزيه بكوش، الاسم نتاعي محمد بكوش، الاخ نتاعها من الاب نتاعها، يعني علاقتنا واخا من الاب نتاعها يعني علاقه عاديه، خوت ما كان حتى مشكل. الاخت نتاعي حرقت، يعني انا في الحقيقه ما كانش في خباري باللي راها حرقت، تضا دازت واحد المده عليها باللي قالوا الاخت نتاعك راها في الجزائر. من بعد مده طويله جانا الخبر نتاعها يوم السبت زوالا بلي ان الاخت نتاعك رحمه الله عليها راه توفات. في الاول جانا خبر بلي انها توفيت رصاصا عن طريق البحريه الجزائريه. من بعد مده 3 أيام 4 أيام في تلك المده اصبح جاء خبر بان توفيت غرقا، لا يوجد اثار رصاص على جسدها، وانما يعني يوجد يطلق الرصاص على القارب. والان نطلب من الناس المساعدين وجمعيه حقوق الانسان وجنود الخفاء الذين يقفون على هذه المهمه بان يساعدونا في ادخال جثة الى المغرب بان تكون بجانبنا. اخويا واش غادي نقول لكم؟ الله يخلف عليكم ويرحم والديكم. وانا البنت ديالي خرجت في نهار الخميس والجمعه عيط نستناها ترد المكالمه ما ردتها ليش، بقى الخطر ديالي هكاك حتى بقاو يجوني التليفونات واش بنتك فوقاش خرجت. قلت لهم وديها الساعه اللي خرجت فيها، وبقيت نستنى وحتى جاوني التليفونات وعاونين الناس، يعني بقاو يقولوا لي بنتك رحمه الله عليها. وبغيت غي انا نطلب بكم هذا الطلب، بنتي تندفن حدايا تندفن حدايا، واخا ندير للطرب ديالها غير هكا. وبغيت نشوف هذا بنتي باش كما قال الاخر كي صرات لهم حتى مشات بهم هاد الفلوكه. وما راني كما قال الاخر ما عرفتش، انا كنت باغي يجيني واحد الخبر زين والحمد لله اليوم. والله ينصر سيدنا، والله ينصر سيدنا هذا الشيء اللي نطلبه. انا بنتي مشات بين يديا وفرفرت، وهذيك هي الوحيده اللي عندي، هذيك هي الوحيده اللي عندي وعندها 30 سنه، ما قديت لا نصبر موراها. وإلا كي ندير يا حبابي يا خوتي عاونوني وجيبوا لي بنتي حدايا، هذا ماني نطلب فيكم. الله يرحم الوالدين، هذا الشيء اللي كاين. عبد الله بربوش، مدينه احفير، فاعل جمعوي. حنايا في قضيه ديال الراحله فوزيه بكوش جينا وقفنا ساندنا الوالده ديالها، وقفنا معها بعد ما توصلنا بالخبر ديال الوفاه ديالها. وكما ذكرنا سابقا ف الراحله توفت على اثر المطارده ديال البحريه الجزائريه، فبعد المطارده بسواحل وهران بعين الطرق، يعني بعد المطارده ديال 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 البحريه الجزائريه، القارب انقلب، وبعد انقلابه كانت الوفاه ديال الراحله فوزيه بكوش. اي احنا الوقت اللي توصلنا فيه بالخبر حاولنا ان قدر الامكان اننا نتاكدوا مزيان بالخبر، وبعد التاكد ديالنا بالخبر جينا بلغنا الوالده ديالها. واللي راه الان نطلبوا به هو اننا الجثه ديالها تنقل لارض الوطن في اقرب وقت ممكن. اخر المعطيات اللي توصلنا بها من مكالمه هاتفيه تشير ان الجثه ديال او الجثمان ديال الراحله فوزيه ما فيش حتى اثر ديال الرصاص. اذا مادام ان ليس هناك اثر ديال الرصاص فالموت كانت غرقا. وبالنسبه كذلك لترحيل الجثه فبحول الله غادي ترحل في اقرب وقت ممكن، لان القنصليه المغربيه بوهران كانت اتصلت بنا هذا اليوم، وبعد الاتصال فاكدوا لنا انهم توصلوا بالوثائق في انتظار الاجراءات ديال الترحيل.